الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. 伊斯兰宗教有三个阶段。 المرتبة الأولى الإسلام. 第一阶段。 وأركان الإسلام خمسة. 就是伊斯兰的五要素阶段。 المرتبة الثانية. 第二阶段。 الإيمان. 就是伊曼你信德的阶段。 أركان الإيمان ستة. 信德，伊曼信德有六个要素。 المرتبة الثالثة. 第三个阶段。 الإحسان. 就是纯善的阶段。 الإحسان ركن واحد. 纯善只有一个要素。 وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أعلى عبادة أو عبادة لا يخرج عنها مسلم. 最高的阶段就是穆斯林当中最高等的阶段。 أعلى عبادة. 最好的崇拜阿拉。 عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 崇拜阿拉最好的状态就是众先知和众使者。 أقوى دافع يدفع المرء للعبادة هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. 他们不论在爱安拉。 努力为安拉做公修等等各个方面都是最优秀的。 إذا استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة الحمد لله، إن لم تستطع لا يمكن أن تخرج عن هذه المرتبة. 如果世人能够努力做到那些，也能达到最高的阶段。 عبادة الخوف. 也崇害怕安拉也是一项公修。 الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 关于这三个阶段的证据。 هو حديث جبريل عليه السلام. 就是关于吉卜力天使的حديث مهم جدا جدا. 这段圣训非常重要。